جمال حركه سيدي ما مدافع ما والو، وزيد عاوتاني يوسف بالعمري ما ظاهر ايسر ما والو. وهذا المستوى الاسطوري اللي قدمه مع المنتخب المغربي في اخر مباراه فهي غير عطفات لهم وصافي. وزيد عاوتاني حتى المنتخب اللي واجهوا المنتخب المغربي فهو واحد المنتخب اللي مغمر ومن السهل باش تنتصر عليه ب 5-0. المهم هذه ماشي الهضره ديالي، ولكن الهضره ديال بزاف ديال المشجعين المغاربه، واللي سيدي بعد الانتصار الكبير ديال المنتخب المغربي خرجوا وبداو كينتقدوا لك في يوسف بالعمري وجمال حركاس، وبدا كيقول لك سيدي بلي التالق الكبير ديال جمال حركاس في هذه المباراه فهو كان عادي، لان المنتخب واجه واحد المنتخب اللي ضعيف. اما من ناحيه يوسف بالعمري فهما بداو كيقولوا بلي واحد ظهير ايسر لمتوسط، والتالق ديالو في هذه المباراه ماشي شي حاجه اللي مهمه. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو، واش التالق ديال يوسف بالعمري وجمال حركاس في هذه المباراه راجع لان المنتخب المغربي كان مواجه واحد المنتخب اللي ضعيف؟ ونبداو باول واحد اللي هو جمال حركاس. كما شفنا في هذه المباراه هذه جمال حركاس الق لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وهادشي اللي خلاه سيدي في هذه المباراه هذه ياخذ تقييم ديال 7.7. والتقييم في هذه المباراه اللي خداه جمال حركاس فهو احسن من ديال نايف اكرام واللي خدا في اخر المباراه تقييم ديال 7. وزيد عاوتاني ابار التنقيط اللي خداه جمال حركاس في هذه المباراه، فجمال حركاس في هذه المباراه هذه قدم واحد المستوى اللي اسطوري بكل صراحه، خصوصا من ناحيه البناء الهجومي، وزيد عاوتاني حتى من ناحيه الجوده ديال التمرير. وزيد عاوتاني ابار جوج ديال الحوايج، فشفنا جمال حركاس عاوتاني ممتاز بزاف دفاعيا، والثلاثه ديال النقاط اللي قدمهم جمال حركاس في هذه المباراه فتصوروا معايا كان احسن من نايف اكرد واللي كيلعب في رياض سوسيداد. وهذا المستوى اللي قدمه جمال حركاس في هذه المباراه هذه ماشي صدفه نهائيا، لان هذا اللاعب هذا اصلا في الموسم اللي داز كان كيقدم واحد المستوى اللي اسطوري رفقه فريق الرجاء العالمي، وحاليا السيد هذا ملي جاته الفرصه رفقه المنتخب المغربي فهو قدم هذا المستوى الاسطوري. اما من ناحيه اللاعب الثاني اللي هو اللاعب ديال فريق الرجاء العالمي اللي هو يوسف بالعمري، فبكل صراحه انا كنفتخر بزاف بهذا اللاعب، لان اخيرا المنتخب المغربي حاليا عنده واحد الظهير ايسر اللي بجوده عاليه، خصوصا يوسف بالعمري كيتعتبر من ديك الاظهره اللي متكامله، خصوصا من الشق الدفاعي والشق الهجومي، لان كما شفنا في المباراه اللي دازت ديال المنتخب المغربي يوسف بالعمري هو اللي قدم الاسيست ديال الهدف الاول، وزيد عاوتاني ابار ديك الاسيست الاسطوري اللي قدمه في ديك المباراه، فما نساوش حتى القوه الهجوميه ديال هذا المدافع. فمتى اذا جينا نرجعوا قبل ما يكون يوسف بالعمري رفقه المنتخب المغربي، فالمنتخب دائما كان كيعاني بزاف هجوميا في الشق الايسر، وحاليا متواجد يوسف بالعمري فالجنب هذا رجع اسطوري بكل المقاييس، لان اذا رجعنا غير قبل فالمنتخب المغربي كانت نقطه القوه ديالو على الجهه اليمنى، وحاليا بتواجد يوسف بالعمري كظهير ايسر فالمنتخب المغربي رجع مرعب من الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وهذه واحد المفخره اللي كبيره للمنتخب المغربي. اما من ناحيه ديك الناس اللي كينتقدوا جمال حركاس ويوسف بالعمري فهما غير ديك الناس اللي حاقدين وما باغينش اللاعبين ديال البطوله الوطنيه يزيدوا القدام، وزيد عاوتاني هما من ديك النوع اللي دائما كيشوفوا غير النقاط السلبيه وكاع ما كيشوفوا النقاط الايجابيه، لان مثلا اذا جينا نشوفوا غير فريق الرجاء العالمي ولا فريق الجيش الملكي ولا فريق وداد الامه فهما من ديك النوعيه ديال الفرق اللي كيلعبوا واحد الكره اللي ممتازه، واي لاعب اللي كيلعب في ثلاثه ديال الفرق فاذا جبتيهم للمنتخب المغربي اللي كيلعب واحد الريتم اللي عالي فحتى هما غادي ينسجموا مع المجموعه وغادي يقدموا واحد الاضافه اللي اسطوريه. لوقما سيري فيديو بطل الكومنتات وعطوني الراي ديالكم في مستوى كل يوسف بالعمري وجمال حركاس، ويلا فتي كان معكم حفيظ وتهلا.